جدا من مؤسسة ألوان الخيرية، وهي مبادرة معمولة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكمان اللي عندهم توحد. والمؤسسة بتعمل نشاط جميل جدا وهو تعليم الأطفال اللي عندهم توحد وذوي القدرات الخاصة الحاجات التكنولوجيا، حاجات البرامج التكنولوجية زي مثلا باوربوينت وزي كمان اكسل وزي البرامج اللي ممكن تكون متاحة لناس كتير لكن ممكن تكون صعبة ان حد تاني يتعلمها بالذات في المحافظات. عظيم جدا. يمكن احنا بنشوف يعني الفترة اللي فاتت الحمد لله عندنا يعني معظم المحافظات دلوقتي بتهتم جدا من بقى اخواتنا واولادنا من ذوي القدرات الخاصه، واللي بالاخص كمان اللي عندهم دايما ايه الشيء المميز. يمكن البعض ممكن يستهون شويه يقول لك ايه استحاله ممكن حد يطلع منهم يعني حاجه مختلفه، طفره تكنولوجيه، طفره مش عارف ايه، كل في دماغه الافكار دي للاسف افكار غلط وافكار خاطئه، لان احنا عندنا بنشوف منهم المواهب وما شاء الله يعني مش بس في مصر، في العالم كله غيروا مستقبل العالم بشكل يعني ملحوظ جدا في حاجات كتيره جدا من ضمنها التكنولوجيا. علشان كده يمكن المبادره دي او كمان يعني الفكره اللي طبعا مؤسساها كمان ساره خورشد هي صاحبه المبادره قررت ان هي تركز بقى على ذوي القدرات الخاصه علشان خاطر يعني ياخدوا حقهم بشكل كبير جدا مش بس من الدوله لا كمان من المجتمع المدني اللي هو احنا دورنا ان احنا نساعدهم ودايما نقف جنبهم. صح مظبوط. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن مبادره الوان معانا دلوقتي